نبدأ على بقى. طيب عامة الكورس إن شاء الله هيبدأ، دي أول محاضراته، واللي عايز يرجع للمحاضرات تاني إن شاء الله من خلال اللينك ده. أول كورس للمنحة السنة ديت، كنا عملنا المنحة ديت السنة اللي فاتت، والحمد لله دكاترة كتير جابوا فوق 500، وطبعا في كورسات تانية كتير خاص، فاللي حابب يحجز مع الأكاديمية إن شاء الله. عايز أعرف بس في الشات الكل يكتب لي أنهي سكور أنتوا محتاجينه، يعني السكور اللي أنتوا محتاجينه كام بالظبط، أو الناس اللي دخلت امتحان تقول لي دخلت امتحان قبل كده ولا لأ. السلام عليكم، لو سمحتي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا دكتور، بس احنا بعد اذنك انا حاجزه اختبار يوم 20/6، ما كنتش عارف ان هيبقى فيه منحه، فلو بنستسمحك لو تبداي بس بالقواعد بعد اذنك. يعني اوكي ماشي. عامة الكورس هيكون، انا هشتغل على الريت اللي هو 500 فيما فوق، تمام؟ اللي عايز ياخد 450 فده هتبقى برضه هتفيده. في ستيبس كده هنمشي بيها زي ما الدكتور لسه قايله، هي هنبدأ بالجرامر، تمام؟ ف ثواني نفسنا، تمام مش هنقل ان شاء الله، بس المهم تكونوا معايا واحدة واحدة في المهارات وتركزوا في المهارات معايا. أيوة، في 450 ديت للماجستير. طيب اللي دخل الامتحان قبل كده هيشوف البابل شيت ده، يعني عندنا مثلا انتوا هتفتحوا الملفات دي، قدامكم الملفات بتفتح كده وهتلاقوها 1.5 جيجا تقريبا. فهناخد الكتاب الأزرق، هنشرح لونج مان اللي هي المهارات اللي فيه. طبعا انتوا عارفين في اي لغة عامة او في اي اختبار مش هياخد كل المهارات او كل الجرامر اللي في اللغة كلها، لا احنا بنبدأ بناخد جرامر معين. الجرامر اللي هنا او الاستراكشر اللي هنا هيكون 60 مهارة بس. يعني ايه 60 مهارة؟ هو بيركز عقلك ان تركزي في المهارة ديت بس او الجرامر ده بس. يعني ايه جرامر؟ يعني فاعل، فعل، اللي هو الادجكتيف، الحاجات دي كلها بيركز لك السيستم واحده واحده. طبعا مع الوقت هقول لك من سؤال كذا لسؤال كذا مهاره كذا، وطبعا ده مش اي حد بيقولها لك، دي مع التكرار ومع الكورسات الكتير بفضل الله عرفناها، تمام؟ فاللي معاه نوتس يا ريت بس يكتب اللي هي من واحد، من سؤال واحد لسؤال خمسه هبص على انهي مهاره، ومن سؤال مثلا خمسه ل 10 هركز على انهي جرامر، تمام؟ علشان بس بتستمي عقلك على المهارات دي. طيب انا محتاجه ايه من الملفات دي؟ هحتاج كتاب لونج مان. طبعا اللي اشترى كتاب لونج مان هيلاقي اللي هو الكتاب الازرق، اللي معاه الكتاب الاحمر بتختلف بس في النماذج، غير كده المهارات واحده واحده في التوفل عامه واحده. اللي هيمتحن في جامعه القاهره زي اللي هيمتحن في جامعه عين شمس زي اللي هيمتحن في اسكندريه، كل واحد، تمام؟ ده الكتاب الازرق بتاع لونج مان اللي هنشرح منه المهارات. طيب انا محتاجه ايه؟ محتاجه منك بس زي النماذج دي مثلا، شايفين النموذج الاول دوت بري تيست، عايزاكي تصوري اللي مش جايب الكتاب، عايزاكي تصوري بس النماذج. النموذج الاول ده مثلا اللي هو بري تيست عشان تكتبي فيه يكون سهل عليكي. اللي بيذاكر من البي دي اف مفيش مشكله، هتكون بالنسبه له سهل. طبعا معاكي هنا برضو اللي هو listening، معاكي فيه هنا نماذج ممكن تصوريها عشان تبقى سهلة عليكي. طيب في ملف تاني اللي هو فيه اختصار، اللي عايز يصوره مفيش مشكلة برضو، معاكي بي دي اف اهوت انا مختصراه من لونج مان، هتكون المهارات بس، فانت ممكن تصوري برضو دول عشان تكون المهارات معاكي واضحة. طيب هنبدأ واحدة واحدة. شكل الامتحان عامل ازاي؟ طيب بيبقى في كراسة اسمها اللي هي questions. طيب ثواني، معناه كده البابل شيت دي بتاعت الانسرز، في كراسة تانية بتاعت الأسئلة. طبعا دي غير دي، الأسئلة ما ينفعش تكتبي فيها قلم، يعني انت لو عملتي كده خط على أي إجابة بتتحذف منك الورقة وبتدفعي غرامة اللي انت اجبتي على الأسئلة
في الكويشنز، تمام؟ فخلي بالكم من الحته دي، لان بيبقى فيه غرامات لو المراقب شافك انت كاتبه في كراسه الاسئله حاجه. طيب اللي بكتب فيها بس بتاعه البابل شيت زي كده، بيبقى فيه سيكشن 1 مثلا اللي هو الليسننج، سيكشن 2 اللي هو الاستراكشر، سيكشن 3 اللي هو مثلا اسئله الريدنج. طبعا بتبقى شكل تاني غير دوت، وبتكتبي فوق كده اسمك والقلم الرصاص معاكي على طول والاستيكه طبعا، ما ينفعش تكتبي بقلم جاف. طيب انا شكل الاسئله او شكل الحل هعمل ازاي؟ ما ينفعش تعملي الاجابه كده وما ينفعش تعملي الاجابه كده، لا انا هعمل ايه؟ لازم اظللها كل الاجابه كده. طيب ليه؟ لان دي كمبيوتر هو اللي بيصحح الاجابات، فالورقه بتاعتك لو اتحلت كده او اتحلت كده الكمبيوتر مش بيحسبها، فانت كده ضيعت عليكي درجه انت ممكن تكوني حلها صح، فانت لازم تعمليها مطموسه جامد كده زي دي. طيب يبقى القلم الرصاص وتعملي الاجابه تكون مطموسه كلها. طيب معانا كده الاستراكشر، هنبدا بالاستراكشر ليه؟ لان اتقل جزء واكتر جزء وكمان اسهل جزء ممكن تجيبي بيه سكور. يعني ايه اسهل جزء؟ كلنا عارفين الجرامر وعدى علينا قبل كده، يعني ذاكرناه كتير الاستراكشر، فهتلاقيه بالنسبه لك هيبقى سهل، وعندك 40 سؤال بمقام 68 سكور اللي هو درجه، تمام كده؟ فانت معاكي اقل اسئله مع اعلى درجات، فده السكشن الوحيد اللي تعرفي تلمي منه درجات. كذلك في كده تيرمز او في مصطلحات هتكلمها لازم تركزي تكون معاكي في الليسننج او الريدنج، خلاص؟ يبقى زي الادجكتيف الباسيف والاكتيف، الحاجات دي كلها لازم تكوني عارفاها، بحيث لما اجي نسمع الليسننج هقول لك المصطلحات على طول، مش هقعد اشرح تاني من اول وجديد القاعده دي. كذلك الريدنج. طيب السكور، لو انا دخلت الامتحان هاخد سكور كام او هيكون معايا سكور كام؟ هيكون معاكي 217، ده بحسب الدرجات اللي انت تبع الكليه، لكن حسب المركز بتكون 20 بس، فهو بيعمل حسبه صغيره بيوصلها لك ل 217، فانت داخله الامتحان معاكي تقريبا كده ثلث الامتحان، تمام؟ طيب معانا كده 217، انت لو حليتي سؤال سؤالين بتبداي تزيدي لغايه اخر سكور 677، والحمد لله ما شاء الله، يعني كانت في دكتوره جابت 610، تمام؟ فما تقلقوش، الموضوع ايسر بكتير لو ركزتوا في المهارات. الحسبه بتاعت السكور بتجمعي اخر السكور ده، مثلا انت جبتي مثلا هنا 68 وجبتي هنا 68 وجبتي في الريدنج 67، بتجمعيهم كلهم وبعد كده بتعملي قسمه على 3 وتضربيها في 10 تطلع لك الناتج. ومع الوقت هقول لك قد ايه الاسئله، لو مثلا حليت كام سؤال ممكن اجيب الدرجه 500 او 550، بعد كده اعلى من كده، تمام؟ يعني ما ينفعش تقلي عن عدد اسئله معينه. الاستراكشر فيه جزئين، الاستراكشر فيه جزئين، معانا الجزء الاولاني 15 سؤال في تشويس كده بتحلي منها، اللي هو بتختاري منها الكلمه الصح او الجمله الصح، يعني بقيت جمله بحسب طبعا القاعده. طيب الجزء الثاني بتختاري، هتبقى في جمله كامله كده، مثلا هكتب لك الجمله دي، في بلاي مثلا خليها كده، هعملها لكم غلط، هتبقى هي بلاي مثلا فوتبول. طيب وبعد كده ان كلاب مثلا او ات كلاب. طيب عايزه هعرف الاسئله هنا هتكون عامله ازاي. في الجزء الثاني، في الجزء الثاني اللي هو الغلط ده، هيبقى فيه 25 سؤال بنفس السيستم ده، هيحط لك مثلا خط تحت هي، وبعد كده يكتب لك هنا فوقيها letter A، وبعد كده play D هيحط لك فوقيها letter B، بعد كده football هيحط لك تحتها مثلا خط، هيحط لك C، بعد كده يحط لك على the D.
طب انا المطلوب مني ايه؟ هختار الكلمه الغلط. يعني هنا بيقول لك في حسب جرامر معين بتختاري الكلمه الغلط، وطبعا ما فيش تصحيح في الاختبار، فهي هتكون نمبر بي بالظبط زي ما الدكتور قالت. تمام، فانت بتظللي على letter B في الاجابات. وضحت كده؟ ده السيستم اللي هو نمبر اللي هو السكشن نمبر 2. طيب السكشن نمبر 1 اللي هو الكوركت انسر، بدل ما هقول لك بليس كده هحط لك تحتها خط او السبيس، وبعد كده اقول لك ايه بقيه الجمله عادي. طيب وهاجي لك كده في الاختيارات هقول لك A B C D. طيب المطلوب مني ايه؟ هختار على حسب القاعدة. هقول لك كده مثلا أحمد، بعد كده هكتب لك هنا مثلا said أو كلمة تانية، هقول لك plays أو played مثلا، بعد كده هقول لك طيب خلي بدل هقول لك دي كده مثلا play، بعد كده هجيب أي حاجة تانية مثلا رابط. طيب فأنا هختار إيه؟ هختار على حسب القاعدة طبعا اللي موجودة، هيبقى subject بعدها لازم يكون verb، وطبعا ال verb هيكون number C. فأنت بتختاري هنا الكلمة الصحيحة. معلش مش فاهمة، ممكن تاني أنهي جزئية مش فاهمها؟ احنا لسه دلوقتي بنتكلم على السيستم، السيستم بتاع الاختبار هيكون عامل ازاي. أنهي جزئية؟ بتاعت الغلط. طيب هوريها لك عملي من الكتاب. الكتاب مثلا عندنا الكتاب بالشكل ده، تمام كده؟ ده مثلا الكتاب. عايزين نشوف الاختبار اللي هو pre-test بيبقى عامل ازاي. ده شكل الاستراكشر، الجزء الاولاني اللي انا بقول لك عليه، دي بتبقى شكل الورقه. طبعا اول ورقه دي مالكيش دعوه بيها، ما بتبصلهاش خالص، هو بيقول لك السيستم بيبقى عامل ازاي. نمبر 2 اللي هو البيج نمبر 2 هتكون زي الاسئله كده، وتختاري بقى انهي واحده. طبعا ما بتكتبيش حاجه في ورق الاسئله، بتكتبيها في ورقه الاجابه اللي هي بابل شيت. فانت مثلا نمبر 1 كده في عندك اختيارات، بتختاري الاجابه الصح بحسب المهاره او بحسب الجرامر. دي اول 15 سؤال. طيب ال 25 سؤال اللي بعد كده بيبقى بالمنظر ده كده، هكبرها لكم شويه علشان نشوف هنا الاجابه بتكون عامله ازاي. هنا معانا ادي نمبر 16، هيقول لك A B C D. انا المفروض اختار مين؟ اختار على حسب القاعده، والقاعده هنا هنعرف السيستم من مثلا من 16 ل 18 ده بيتكلم على جرامر مثلا اسمه verbs. يعني ايه الverbs؟ اللي هو الافعال. انا لازم ادور على الفعل الغلط، هيكون في هنا فعل، فانت بتخش على طول بتسيستمي عقلك ان هنا من 16 ل 18 بتدوري على الافعال بس. في ناس بتدور على كده، وفي ناس بتشوف على حسب المهارات كلها. طيب معانا هنا نمبر A B C. طب انت ممكن تفكري على طول فين الverb، خلاص انت سيستمتي عقلك ان هنا من 16 ل 18 ده الفيربس، فانت على طول بتختاري الفيربس، او بتشوفي الثلاث اجابات الثانيه الغلط يعني هم صح، بعد كده بتختاري بتاكدي اجابتك ان دي صحيحه. يعني اس دي هنعرفها بعد كده ان هنا تبع هاندردز، فدي جمع، فهنا المفروض تكون اور. تمام كده؟ طبعا ما فيش التصحيح في الامتحان، انت بس بتختاري، وده اسهل حاجه في الاختبار، الا اذا لو حد هيمتحن في الوزاره اللي هو زي بتاعت القاضي او كده، فهيحتاج منك بس ان انت تصححي اجابتك، ده في حاله واحده تبع الاداره الوزاره. بتختاري الغلط، تختاري الكلمه الغلط بس. بالظبط بتختاري الكلمه الغلط بس، ما بتصححيهاش. دي طيب انا بمشي تبع ايه بقى السيستم ده؟ خلي بالكم ان هنا يكون 25 دقيقه بس، يعني اصغر اقل وقت واصغر اسئله واكتر درجات، فده
السكشن المهم عن التانيين. التانيين هتلاقوهم سهلين، لكن الأهم هو الاستراكشر لأن الوقت بتاعه صغير. طيب أنا لو ما عنديش وقت وعايز أخد وقت من الريدنج، مفيش مشكلة، خدي من الريدنج بس آخرك 10 دقايق بس، ما تزوديش عن 10 دقايق، لأن أنت عندك 5 فقرات وعندك 50 سؤال، فأنت هتحتاجي وقت للريدنج. فأنت لو عايزة تزودي وقت آخرك 5 دقايق 10 دقايق بالكتير، ما تزوديش عن كده. طيب الليسنينج، وقت الليسنينج أول ما يبدأ ما تاخديش وقت تاني، او ما تشوفيش مثلا اسئله الاستراكشر، ما تشوفيش اسئله الريدنج. اول ما يقول لك ان الليسننج بدا، خلاص ركزي في اسئله الليسننج عشان ما بتتكررش، الريكورد ما بيتكررش، فانت لازم تركزي في الاستماع بيقول ايه. طيب تعالوا نبدا كده ان شاء الله على بركه الله السيستم الاولاني بتاع الاستراكشر. طيب الاستراكشر هنا أول 15 سؤال أنا هسستم عقلي على أنهي مهارات أو أنهي جرامر. ممكن تكتبوا النوتس دي بحيث تكون معاكم مرجع لما تيجوا تحلوا مثلا امتحان. طيب ال 15 سؤال الأولانيين عندك مثلا فور ثواني. طيب مثلا نمبر 1 هركز على السبجكت والفيرب بس، السبجكت والفيرب بس. يعني ايه بس اركز على ده؟ كانه وان كلوز، جمله واحده بس، لازم اركز عقلي على جمله واحده بس. يعني مثلا من سؤال واحد لسؤال 5 او سؤال 4 ده هركز عقلي على السبجكت والفيرب. يعني انا في الاختيارات لو انا لقيت في الجمله فوق زي هي اللي احنا كتبناها من شويه وبعد كده سبيس بعد كده فوتبول، حسستم عقلي على ايه؟ ان هنا ما دام في سبجكت يبقى اكيد في فيرب، دي وان كلوز. تمام كده؟ يبقى انا هشوف كام فيرب فوق وكام سبجكت من اول سؤال واحد لسؤال 5. طيب نمبر 2 هركز على ايه تاني؟ لو انا لقيت سبجكت ممكن يوقعك في السبجكت، يعني ممكن يجيب لك حاجه كده خاصه بالسبجكت ويحطها لك ما بين 2 كوما. ما دام فصل لك ما بين السبجكت والفيرب ب 2 كوما، تعرفي كده ان هو هيوقعك في الجزئيه دي. يعني مثلا هجيب لك جمله كده هقول لك محمد، بعد كده احط لك 2 كوما. طبعا انتوا عارفين ان هنا مع محمد بقول ايه؟ بيس بي ابون هيم، بيس بي ابون هيم. طيب اللي هو صلى الله عليه وسلم، دي حاجه خاصه بالسبجكت. هل اللي صلى الله عليه وسلم دي اللي هو السبجكت؟ لا، ده هو ده السبجكت اللي هو محمد. طب ماله محمد بقى؟ بقول ايه؟ سد. خلاص يبقى سبجكت بعد كده كوما وكوما بعد كده الفيرب. طيب دي في حاله لو لقيتي 2 كوما. في حد بيسال سؤال الفاعل والفاعل بالظبط. طيب السبجكت حاجه خاصه بالسبجكت لو لقيتي 2 كوما. طب انا لو ما لقيتش 2 كوما خلاص يبقى انا كده في المهاره ايه؟ الاولانيه. طيب في حاجه ثالثه، لو انا لقيت مثلا حرف جر وبعد مثلا هقول ايه الراوند، خلينا كده ايه في البليس، حاجه خاصه ببليس معين الراوند ماي روم. ايه بقى في ايه الراوند ماي روم؟ لازم تلاقي كوما. يعني انت لو لقيتي حرف جر وبعد كده نون لازم تلاقي كوما. طيب بعد الكوما دي هلاقي ايه؟ هتلاقي سبجكت وبعدها تكمله الجمله عادي. يبقى هو هيوقعك في السبجكت، لازم تركزي في الكوما. لو لقيتي تو كوما يبقى دي حاجه خاصه بالسبجكت ملهاش دعوه بالسبجكت خالص. طيب لو في كوما واحده لا، هتلاقي بعدها السبجكت والفيرب كانها جمله عاديه تماما. دي في حكايه البليس بس. في البليس اللي هو المكان بيسالك عن مكان معين هيقول لك ايه السبجكت والفيرب بعدها. يعني لو في 2 كوما اختار ايه؟ في 2 كوما كده هيحط لك بدل محمد كده هيحط لك مكانها سبيس علشان يلخبطك، يقول لك كده ممكن انت تفكري ان مثلا بيس بي اوبن هيم دي سبجكت في الاختيارات. هخليها اعمل لك كده ايه مثال،
مثلا هقول لك كده احمد، بعد كده احط لك كده تو كوما، بدل احمد هكتب لك ديت واقول لك ايه ماي فريند مثلا. خلاص ماي فريند، ماي فريند، وهكتب لك كده بلايد. طيب كم سبجكت وكم فيرب؟ هو ما فيش سبجكت اصلا في الاختيارات، هيجيب لك كده letter A letter B letter C letter D. طيب بعد كده هيقول لك كده he is، بعد كده يقول لك احمد، بعد كده يقول لك in مثلا و place، بعد كده يحط لك هنا ايه مثلا now، اي حاجه تانية. فانت هنا معاكي معاكي verb اهو، فين السبجكت؟ ما فيش سبجكت، عرفتي منين؟ من التو كوما. فانا في الحاله دي هختار مين؟ هختار نمبر بي بالظبط، احمد. يبقى هنا حاجه خاصه بالسبجكت هتلاقيها ما بين تو كوما. طيب يبقى هو هيجي يلخبطني ما بين السبجكت مره، وهيجي بقى بعد كده هيلخبطك في الفيرب بالظبط. طيب لخبطني في السبجكت مع اللي هو حاجه خاصه بالسبجكت، بعد كده هيلخبطك في السبجكت مع اللي هو البليس اللي هو المكان اللي فيه السبجكت. طيب نيجي نخش كده على الفيرب، هيجي يلخبطني في الفيرب ازاي؟ هيقول لك كده سبجكت وبعد كده ادجكتيف. يعني ايه ادجكتيف؟ اللي هو اي حاجه صفه فيها صفه. انتوا عارفين الصفه ممكن اجيبها صفه عاديه زي هابي ساد اي حاجه تانية، او ممكن فيرب بلس اي ان جي او اي دي، فيرب بلس اي دي. تمام كده؟ يعني ممكن اجيب لك صفه بالصفه العاديه او صفه من فيرب معين، زي مثلا played اللي هي play احولها لك لplaying لصفه active، او played لصفه passive. طيب ده كله هنعرفه بالتفصيل ما تقلقوش، بس احنا بنسيستم عقلنا للنقطه دي. طيب معانا ادي السبجكت، وادي في هنا فيرب لسه ما جاش الفيرب. طيب الفيرب هلاقيه فين؟ لو لقيتي هنا verb to be اللي هو am, is, are, was, were، verb to be غالبا بيبقى verb to be، أو اللي هو helping verb زي has، ماذا تعني subject؟ subject اللي هو الفاعل، الفاعل اللي هو بيعمل الفعل. يعني مثلا احنا دلوقتي بنعمل ايه؟ هتقولي مثلا هو اسم حضرتك ايه بس عشان اقول مثلا المثال عليكي. طيب مثلا هقول دكتور شيرين attending is attending the lecture. خلاص؟ طيب فين السبجكت؟ دكتور شيرين. وضحت؟ دكتور شيرين is attending ايه؟ يعني انت بتعملي ايه دلوقتي؟ حاضره المحاضره. يبقى دكتور شيرين دي السبجكت و is attending دي الفيرب. وضحت كده؟ طيب معانا كده ننزل تاني للسبجكت وال بالادجكتيف. يبقى الادجكتيف هتلاقيه قبل الفيرب لو لقيتي الهيلبينج فيرب او ال ام از ار هاز هاف هاد، الحاجات دي كلها في الاخر، في اخر الجمله. حاضر. مثلا هنا هقول لك ناخد مثلا مدام دكتور شيرين خدنا عليها المثال، هنكتب كده دكتور شيرين مثلا هقول ايه playing playing ايه اي حاجه، او ممكن اقول لك attending، خليها كده attending. يعني انت اللي حاضره دلوقتي attending the lecture ايه بقى is there. تمام. طيب فين بقى هنا؟ فين السبجكت؟ اهو دكتور شيرين. طب فين الادجكتيف؟ اهو attending. طيب فين الفيرب بقى؟ ما دام لقيتي فيرب في اخر الجمله يبقى كده ده مش فيرب. يعني ممكن بدل ما تلاقي attending دي هتلاقي attended اللي هو في الباست participles. عمليه. حاضر دي بتكتبيها يا دكتور؟ حاضر ماشي. دي كلها بدل ing هتلاقيها مثلا بالاي دي، وانتوا عارفين الاي دي ممكن يكون verb في الماضي او ممكن يكون adjective.
يبقى انتوا كده عرفتوا الحاجتين، ممكن تلاقيه verb في حاله لو ما لقيتيش verb في الاخر، او ممكن تلاقيها adjective في حاله لو لقيتي الverb في الاخر. طيب يبقى كده هو ممكن يوقعك في الverb، مره هيوقعك في السبجكت ومره هيوقعك في الverb. خلي بالكم احنا لسه ده كله بنتكلم فين، من سؤال واحد لسؤال خمسة اللي هو ال one close. طيب بعد كده هندخل من سؤال عشرة، من سؤال خمسة مثلا لسؤال عشرة، او خليها 15 لان دي كده النهاية يعني. طيب من سؤال عشرة، من سؤال خمسة لسؤال 15، ده هدور على ايه؟ اصغر بس الشاشة شوية عشان اعرف اكتب، ثواني. في اي استفسار؟ لا ما تقلقيش، احنا ده كله هناخد امثله، انا بسستم بس عقلك على ال 15 سؤال الاولانيين، لان دي لقيتها مشكله عند الجروبات الثانيه. لما انا كنت بدخل على طول على المهارات وبدخل على الجرامر على طول، بلاقيهم تايهين شويه او مش عارفين السيستم ما بين السؤال ده والسؤال ده بيدوروا على ايه، والسؤال ده والسؤال ده يدوروا على ايه. فانا بسستم عقلك الاول، وبعد كده هندخل على مهاره مهاره، ما تقلقيش. تمام، هنحل واحده واحده. طيب من سؤال خمسه لسؤال 15 هنعمل ايه؟ هنعمل، هندور على اول حاجه، بسم الله الرحمن الرحيم، اللي هو تبع الكونكتور. يعني ايه كونكتور؟ يعني رابط. طيب الرابط ده بيبقى عامل ازاي؟ زي كلمه and، كلمه but، كلمه when، كلمه because. فده كله اسمه الرابط. طيب امتى هستخدم الرابط ده؟ لو في حاجتين او جملتين، تو كلوزز. طيب ما دام انا بقول تو كلوزز، يبقى انا هكرر نفس السيستم اللي احنا بنتكلم فيه فوق. ما دام وان كلوز بتتكلم على سبجكت وفيرب، يعني فاعل وفعل، يبقى تو كلوزز هتتكلم على ايه؟ تو سبجكتس وايه؟ وتو فيربس. طيب يبقى السيستم اول حاجه معانا ادي سبجكت فيرب، بعد كده هتلاقي كلمة when أو أي حاجة تانية من الروابط، بعد كده subject verb، يبقى subject verb when subject verb أو أي connector تاني. ولما يجي وقتها هقول لكم الفرق ما بين ال connectors كلها. يعني من واحد لخمسة بدور على بالظبط فعل واحد وفاعل واحد. من أول خمسة لخمستاشر هيبدأ بقى يظهر معاكي كلمة but، يبدأ تظهر معاكي الكونكتورز اللي احنا هنتكلم عنها. طيب هركز على ايه تاني؟ من أول خمستاشر، من خمسة لخمستاشر هركز على هيبدأ يحذف لك الرابط، مرة هيحط لك الرابط ده، ومرة هيبدأ يحذفها لك ويجمع لك السيستم ده تاني اللي هو نمبر 4. يعني بدل ما هو هيحط لك when، هيحذف لك مثلا subject و verb to be. هجيب لك مثال، هقول لك كده ايه مثلا، هقول لك احمد is attending the lecture مثلا when he is there. خلاص مثلا ده مثال، فانا بقول لك هنا ادي احمد، ادي سبجكت وفيرب، بعد كده ادي ايه تاني. خلينا نحط ديت وين الاول علشان نعرف نحذف بالظبط. طيب يبقى وين احمد is attending he is there. خلاص انا هعمل ايه؟ هيجي يحذف لك كده احمد وفيرب تو بي، ويرجعها لك تاني كام؟ اهي هيرجعها لك لادجكتيف. كونكتور دي يعني ايه؟ يعني رابط، رابط. خلاص شفت هو عمل ايه؟ حذف لك احمد وحذف لك از اللي هو فيرب تو بي، ورجعها لك لمهاره رقم اربعه اللي هي ايه؟ الادجكتيف والفيرب في الاخر اهو. طيب هنا معانا الرابط، هتلاقي رابط كده في مهارات بنخلي فيها الرابط موجود، وفي مهارات هتلاقيني بحذف لك السبجكت والفيرب بس وبخلي لك الرابط. طيب وقتها برضو هتعرفي كل ده بالتفصيل. طيب اخر مهاره معانا اللي هي ايه؟ ذا، وكلمه اي ار او مور
عارفين اي ار او مور دي بتيجي مع مين؟ بتيجي مع الادجكتيف اللي فيها اي ار زي هابير. طبعا الكلام بيزيد فهخليها كده ايه صغنن. طيب هابير تمام. ايه تاني ممكن؟ مثلا مور بيوتيفول. خلاص ده كده ممكن تلاقي اي ار او مور دي جملتين لازم تركزي في كوما هنا، يبقى هنا هركز لك على السيستم ده تاني وهكرره. يعني بدل ما هي سبيس كده، لا هيجيب لك في الاختيارات ان انت تختاري برضو تاني ذا او اي ار او مور مقرر بالظبط. يبقى انا لازم اركز على الاختيارات، لو انا لقيت هنا في الجمله فوق اي ار او مور يبقى انا لازم اختار برضو ذا سيم ستراكشر اي ار او مور. تمام كده؟ دي من اول واحد لاول 15، دي اول اسئله اول 15 اسئله. حاضر كل ده هناخد عليه مثال والله ما تقلقوش. طيب في حاجه واقفه لغايه دلوقتي؟ لغايه دلوقتي في حاجه واقفه؟ خلي بالكم ان السيستم ده يكون معاكم دايما، يكون معاكم دايما في ورقه، يعني تكتبوا السيستم دوت في ورقه بحيث لما نيجي نحل امتحان تكونوا عارفين ان السيستم ده بنحل بيه ازاي. تمام الله ينور. طيب نبدا واحده واحده بقى مع الاسئله. اول اخر 25 سؤال لما يجي وقتها برضو هعمل لكم السيستم بتاع 25 سؤال بيبقى عامل ازاي. طيب نبدا واحده واحده. اول ثلاث مهارات او اول ثلاث جرامرز بنعمل ايه؟ بنختار زي ما احنا ما قلنا subject verb، يبقى one close. فين subject من يقول؟ مين يقول فين subject؟ ادي the boy بعد كده the boy. ايوه طيب فين الverb؟ انا عايز اعرف كل واحد بيعرف يطلع subject ولا لا. الverb كذلك walks. يبقى احنا كده طلعنا السبجكت وطلعنا الفيرب. طيب تعالوا نشوف كده، ادي السبجكت وادي الفيربس اللي هو ووكس دي وان كلوز. طيب معانا اول مثال، مين يحل المثال ده؟ يا ريت بس نقفل المايك عشان الفويس يطلع تمام. اللي يحل بس يحل، انا كده كده فاتحه الشات اهو، فاللي يحل يحل على الشات. هتبقى سي. طيب ليه سي؟ لان هنا معانا ووز، فانا لازم اجيب سبجكت يكون مفرد، وهنا السبجكت هيكون ايه؟ ادي مفرد اهو ترافيك. خلاص يبقى ده الفيرب سينجلر. سينجلر يعني ايه؟ يعني مفرد. ترافيك ده مفرد، فانا لازم اختار حاجه خاصه بالمفرد. طيب ندخل كده على المهاره الثانيه. قبل ما ندخل على المهاره الثانيه لازم نحل كده معانا. لازم الاسئله دي تكون معاكم علشان هيبقى في تاسك لازم تحلوه معايا. انا هسستم لكم هنا، هتكون الموضوع صعب بالنسبه لكم بس هو في الامتحان هيبقى سهل. يعني شكل الامتحان هيكون بنفس السيستم ده اللي هو A B C وانت بتختاري منه، لكن ده مش هيجي لك في الامتحان بالشكل ده. تمام. طيب هنا انا المطلوب مني ايه؟ لازم تعرفي incorrect ولا correct. يعني ايه incorrect ولا correct؟ يعني صح ولا غلط. هنا مثلا في المثال الاول last week went، بعد كده finished. فين هنا السبجكت؟ في سبجكت؟ مفيش سبجكت. الفيرب يبقى ده missing subject، يعني مفقود هنا السبجكت. طيب هنا number 2 فين السبجكت؟ اهو schedule. بعد كده الفيرب can be، ادي ده السبجكت وادي الفيرب، يبقى دي correct. طيب number 3 حلو معايا كده number 3، وقولوا لي فين السبجكت وفين الفيرب ودي correct ولا incorrect؟
job. دي correct. ايوه a job. بس فين الverb؟ فين الverb بقى؟ الverb at the blank. الverb الverb لا 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 not. ما فيش verb nothing. ما فيش هنا missing verb. المفروض هنا حط هنا الverb يكون is available. خلاص ليه؟ لان هنا ادي مفرد a وان هنعرفها بعد كده ان هي للمفرد. طيب نمبر 4 فين السبجكت وفين الفيرب بالظبط؟ انكوركت كوركت. طيب بالظبط معانا هنا ادي السبجكت اهو ده كله كده سبجكت بعد كده فين الفيرب؟ ادي فيرب. طيب مين ياخد باله بقى؟ الاي اس. ايوه اي از. ايه إيه إز دي بقى؟ مفروض هنا دي يعني provides. لا لا يعني مفروض ما يبقاش هاز يبقى هاف. Provided. Provided. تمام؟ هناخد بعد شوية شكل الverbs بتكون عاملة ازاي بحيث تعرفي has بتاخد جنبها ايه. ايوه past participles. بالضبط يا دكتور. Past participles. فهنا past participles لازم يكون في ed. ed مش es. مش es. تمام؟ طيب معانا دي كده incorrect يبقى دي double A verbs فده هتبقى غلط. طبعا ما تقلقيش. طيب معانا number 5 the books ده اخر مثال معانا. دي incorrect هي the books هو لا correct can be the verb و the books ال subject. ايوه can be open. طيب الله ينور انت كنت فاكراها الاول غلط ليه؟ لان انت عارفه ان كان بي ده فيرب بس لقيتي في معاكي كده اوبن فدي ممكن تفتكر ان هو فيرب تاني. لا ده اسمه كده حاجه اسمها باسيف. يعني ايه باسيف؟ مين عارف يعني ايه باسيف؟ باسيف مبني للمجهول. مبني للمجهول. طيب ناخد كده السيستم الverbs عشان تكون معاكو واضحة لو ظهرت معاكو verbs الشكل ده. طبعا النوتس دي برضو لازم تكتبوها علشان الباسيف والاكتف هنحتاجه لما نيجي نتكلم على الادجكتيف الصفات او جزء الverbs تاني. طيب الباسيف خلينا في الاكتف هنا الاول. ادي الاكتف وهنا مثلا هحط لكم الباسيف. مش عارفه دكتوره فاطمه معايا؟ معاكي معاكي. طيب لو معاكي الصوره بتاعه المحاضره اللي قبل كده تبعتيها لي بس على الواتساب عشان بدل ما اكتب تاني. بتاعه ايه يا دكتوره؟ بتاعه المهارات؟ لا بتاعه الفيربس دي اللي هي اللي احنا كنا شارحين فيها اللي هي الباسيف والاكتف. لحظه بس عشان اشوفها عشان مش عارفه انا حطيتها لكم على الواتساب ولا لا. بدل ما نشرحتناش حاجه على الواتساب. لا طب هو حد كان حاططها كان واخدها سكرين؟ لا انا مش معانا في الجروب الثاني. طيب خير. طيب بس انا كاتبه الحاجات اللي انت بتقوليها و... طيب تمام خلاص ما فيش مشكله نعيدها تاني. طيب هنا معانا الباسيف والاكتف كنت عايزاها بس ايه تكون معاكم واضحه. طيب الاكتف يعني اللي هو مبني للمعلوم. يعني ايه مبني للمعلوم؟ يعني السبجكت الفاعل بيعمل نفس الفعل. يعني مثلا احمد. اوكي احمد بيعمل ايه؟ بلايد. هو بيعمل الفعل ده. لكن هقول لك الكات مثلا. الكات از كوكينج بتطبخ. الكات بتعمل الفيرب ده ولا ما بتعملش الفيرب ده؟ ما بتعملش. فهي لو ما بتعملش الفيرب ده هقول كوك اللي هو في الباسيف. وضحت كده؟ يبقى الباسيف ما بيعملش السبجكت. السبجكت ده ما بيعملش الفيرب. تمام. طيب معانا هنا سيستم للاكتف. الاكتف اللي هو الافعال اللي انتوا عارفينها عاديه جدا اللي هو معانا السمبل. السمبل بريزنت مثلا وهكتبها تاني السمبل باست. طيب لو محدش عارف
المصطلحات دي ممكن تكتبوا لي على الشات بحيث ان انا اترجم. طيب السيمبل بريزنت اللي هو المضارع البسيط، مضارع بسيط ده بيتكلم عن ايه؟ حاجه مستمره بتعمليها. طبعا مش هتكلم عن معنى دلوقتي، انا عايزه اتكلم على شكل الفيرب او شكل الجمله بتبقى عامله ازاي. معاكي هنا بتكون يا اما الفعل لو في مثلا هي شي ات اللي هو مفرد، يعني هحط الفيرب ايه مضاف لاس زي بليز. حاضر هترجم. زي بليز مثلا هجيب لكم كده مثال، نفس المثال مثلا هقول ايه هي بلايز، خلاص هي بلايز ايه فوتبول. اوكي هي بلايز فوتبول. طيب ادي مضاف له اس، ده البريزنت. طيب الباست، الباست مضاف له اي دي، سواء بقى جمع سواء مفرد مش مشكلتي. طيب في الجمع الثاني في البريزنت بتكون زي مثلا وي يو، ده كله بيتضاف له ما بيتضافلوش حاجه، الفيرب بس، يعني بقول لك بلاي بس، بقول لك they play خلاص. he plays ده للمفرد مضاف له اس، he eats he drinks تمام بضاف له كده اس. طيب الباست سواء بقى مفرد سواء جمع singular او plural، مفرد اسمه singular، plural ده الجمع. طيب معانا كده بضيف له ed او اسمه التصريف الثاني، التصريف الثاني للفعل. طبعا في جدول هبقى اوريه لكم في الاخر مكتوب كده فيه تصريفات الافعال. طيب ده السمبل بريزنت والسمبل باست. طيب السيستم بتاع السمبل بريزنت والسيستم والسمبل باست في الباسيف هيبقى عامل ازاي؟ نفس الموضوع بس بدل ما احط لك اس هنا هحط لك ايه اي دي، وقبل الفيرب ده هحط لك ام از اور او was were طبعا تمام. في البريزنت هقول لك ام او از او اور، هتلاقي كده السبجكت بعد كده ام از اور بعد كده اي دي او الباست بارتيسيبلز، ده في الباسيف. طيب يعني مثلا بقول لك هي بلاش هي، هقول لك ذا كات، خلينا ايه في اللي هي ما بتعملش الفيرب ده، هقول لك ذا كات از ايه، خليها في اللي هي الكوك دي لان هي ما بتعملش الفيرب ده از كوكت خلاص، يبقى ده كده باسيف. ما دام هنا لقيتي از ومعاها باست بارتيسيبلز يبقى ده ايه، ده باسيف. طيب كذلك نفس النظام مع وي ويو وزي، نفس النظام هحط لك كده ار والاي دي. ندخل كده على الباست، مع الباست هحط لك هنا الفيرب was او وير. عارفين was مع ايه وير مع ايه؟ الوز للمفرد والوير المفرد والوير الجمع. طيب لو انا قلت اي هاخد was ولا وير؟ was بالظبط، يبقى اي بتاخد was وهي بتاخد was وشي بتاخد was وايه بتاخد was خلاص. طيب الوير بتاخد زي وي يو ويو. ده كله بياخد وير. طيب هنا معانا هي was مثلا played بس يكون ما بيعملش الفيرب ده. طيب ده الباسيف. ندخل تاني على الفيرب اللي بعد كده. طيب معانا فيرب تاني اسمه continuous. الكونتينوس ده فيه برضه present اللي هو المستمر، في مضارع منه وفي ماضي. استأذنكم بس المايكات. طيب هنا معانا ادي الكونتينوس، شكل الكونتينوس عامل ازاي؟ فيرب تو بي. انا لما اقول فيرب تو بي انا مش هكرر المصطلحات تاني، انا بكتبها لكم دلوقتي علشان اي نوتس تكتبوها وتعرفوا ان ده اسمه ايه. فيرب تو بي اللي هو الفعل بي شكل از ام اور، از ام او اور. ده verb to be طبعا was will في الماضي. طيب خلينا بس في المضارع دلوقتي. بعد كده بضيف للverb to be ده ايه؟
اي ان جي، ده الشكل الاساسي بتاعه. زي مثلا بقول لك I am playing a مثلا tennis، خلاص يبقى I am playing ده كده في الاكتف. لكن لو لقيتيها مع past participles يبقى ده في الباسيف. شفتوا الفرق؟ في الباست هتكون was were plus verb plus ing، ده في الباست. في الماضي في المضارع بيبقى am is are verb to verb plus ing، بعد كده was were verb plus ing. طيب الشكل ده بيكون في الباسيف عامل ازاي؟ بيكون عامل كده، هضيف كده طبعا am is are was were، بس بدل ما اقول verb plus ing هحط كلمة being، وبعد being هكتب ايه؟ ال past participles. طيب ال past participles ده هجيبه منين؟ هجيبه من كلمة playing. يعني بدل ما اقول playing هقول ايه؟ played. وبدل ما اقول am بس هقول am being. وضحت كده؟ يبقى I'm being played مثلا tennis. كذلك نفس النظام في الباسف هنا. طيب في الباست. طيب ده شكل الverb في الcontinuous في المستمر. طيب في اشكال تاني ايه؟ اللي هو الperfect. ايه هو الperfect ده؟ في برضه present وفي منه past. طيب مين عارف الperfect؟ الperfect tense، مضارع تام. ايوه مضارع تام ومضارع مستمر. مضارع تام ومضارع اللي هو الماضي التام. طيب خلي بالكوا ان هنا ان الperfect نفس التنس. يعني انا لو هتكلم في الconversation عامه هاخد التنس بتاع الperfect هو نفس تنس الباست سمبل. يعني انا لو هتكلم دلوقتي هقول ايه؟ هي played، او مثلا هقول لك I finished. لو احنا خلصنا من lecture يعني هقول لك I finished ايه؟ the lecture، المحاضرة. I finished the lecture، او هقول لك ايه؟ I have finished the lecture. هي نفس النظام نفس المعنى تمام؟ ونفس التنس. لو انا قلت لك I finished the lecture يعني كده انا خلصتها خالص، لكن I have finished the lecture يعني انا لسه بخلصها في التو. يعني افهميها ان انا كده انا خلصت دلوقتي حالا. طيب ده في التنس عامة. طيب الperfect بيكون في المضارع has او have. مين يعرف has بتاخد ايه وهاف بتاخد ايه؟ في اسئلة. have بتاخد ايه؟ has بتاخد ايه؟ هذا المفرد هي وشي وات، والجمع يو وزي وتاخد هاف. بالظبط. طيب نفس اللي احنا كتبناها فوق هنا اللي هي they we you بتاخد هاف، وبرضه اي هنزود عليها اي بتاخد هاف. طيب معانا كده الباست اللي هو الماضي هتبقى had plus pp. البي بي ده اختصار للتصريف الثالث معانا في الافعال. تصريف اول اللي هو من غير اي اضافه زي play. التصريف الثاني بتاع play played هضيف له اي دي، وبعد كده التصريف الثالث بتاع play هقول ايه؟ played. ده التصريف الثالث. طيب في كلمات شاذه عن الافعال دي؟ في افعال شاذه. زي مين؟ زي write. الافعال الشاذه دي هوريها لكم برده في اخر write wrote written. الله ينور. write wrote written ايه؟ go went gone. ايوه go went gone. برضو هنا برضو do و did ايه و done. كل دول افعال شاذه. فالافعال الشاذه دي ليها جدول ورا في الكتاب هبقى اقول لكم عليه. طيب كده الباست participles عرفناه. طيب ده في الاكتف. في الباسف بقى بتبقى عامله ازاي؟ تبقى بالشكل ده، بس هضيف له اللي هو حاجة خاصة بالباسيف اللي هي التصريف الثالث من بي. التصريف الثالث من بي ايه؟ بن. تمام؟ ده التصريف الثالث. طيب يبقى انا هضيف كده has been والتصريف الثالث بعد.
has been أو had been برضو بالتصريف التالي. ده بيدل على ال وأنا برضو أنا تهت. طيب تهتي بخصوص إيه؟ معانا هنا ديت ال that tense وده tense. طيب خلينا هنا طيب فوق. طيب اللي مش فاهم جزئية بس يذكر لي الجزئية ايه هي، لكن انا تحت كده ده دي عامة، انا كده مش فهمت حاجة. طيب هنا معانا الموديل فيرب. الموديل فيرب بتكون عاملة ازاي؟ زي كان وكود. كان في المضارع، كود في الماضي، ويل وايه؟ وود. طيب يبقى احنا كده كل الافعال دي كان وكود ويل وود او اخواتها كلها بتيجي معاها انفينيتيف. يعني ايه انفينيتيف؟ اللي هو المصدر في المصدر، زي اللي هو التصريف الاول بلاي في التصريف الاول. طيب ايه المضارع التام المستمر دي ايه؟ طيب اربعة. طيب أربعة دي الموديل، الموديل أو ممكن نخليها كده كلمة future، بس أنا مش حابة إن إحنا نسمي أسماء يعني، هي خليها موديل. يعني ممكن تلاقي will would can could الحاجات دي. طيب ده في الباسيف، ده في الأكتيف. في الباسيف بقى عامل إزاي؟ عشان بس لو لقيت الشكل دوت في الباسيف ما تعرف اعرف إنها verb واحد مش two verbs، يعني فعل واحد مش فعلين. الكلمة هنا هتبقى أصغر، خلينا كده. طيب يا دي أحمر، عايزين أحمر. طيب هنا خدتوا بالكم أنا عملت إيه هنا؟ حطيت بي اللي هي بي التصريف الأول من verb to be. لو ركزتوا إن أنا بضيف كل مرة بضيف مين؟ verb to be. هنا ضفت verb to be في شكله الأصلي ده في الباسيف، بعد كده ضفت له ing، بعد كده حطيته في الباست بارتيسيبلز اللي هو نفس السيستم هنا، بعد كده حطيته في الانفينيتيف اللي هو المصدر تبعه. حضرتك برضو بتقولي أي تصريف ثالث للفعل ده مفهمتش بينضاف ليه إيه؟ التصريف الثالث دوت بيضاف له ed لو هو فعل عادي زي play مثلا، ده فعل عادي ما فيهوش حاجة شاذة. طيب يعني ايه شاذ؟ اللي هو فيه تغيير، بيتغير شكله، بيتغير مع التصريفات زي رايت روت ريتن، زي ما احنا لسه كاتبين رايت روت رين. ده التصريف الثالث اسمه ريتن. بدل ما تقولي روت في التصريف الثاني، لا بتقولي ريتن، ده شكله زي الماضي. اه بالظبط، الماضي البسيط تصريف تاني، لكن البيرفكت تصريف تالت اللي هو ده، ده الماضي البسيط اللي هو روت. الماضي دوت هيكون past participles. بس كده احنا كده خلصنا شكل الباسيف وشكل الاكتيف. طيب الله ينور. برضو لو تاخدوا شوت سكرين للجزئيات دي كلها بحيث ان تكون معاكم نوتس كده واضحة وصريحة. أنا مش هرجع تاني للجزئية دي، لما أجي أقول لك الأكتف يبقى أنت اعرفي كده إن هو بيعمل الحاجة دي، يعني الفعل بيعمل الفعل بيعمل الفعل ده. طيب لما أقول لك باسف يبقى أنت اعرفي إن هو ما بيعملش الفعل ده، تمام؟ وقيسي على كده بقى الأدجكتيف، قيسي على كده الأدجكتيف اللي هو الصف. ندخل على كده، احنا عرفنا ان هو امتى اقول فيرب واحد بالشكل الاكتف وامتى اقول فيرب واحد برضو في الباسيف، عشان بس ما ارجعش تاني وحد يقول لي مثلا على شكل الفيرب ده. لما انا هكتب مثلا الشكل هنا اي، خلاص خليها كده the cat برضو. the cat has finished has been finished. has been finished ايه؟ the cooking مثلا. طيب يبقى كده ايه؟ هي الكات، هي الكات بتعمل الكوك؟ لا، فعشان كده بقول ايه؟ في الباسيف. يبقى ده
كده اسمه باسيف. محدش يقول لي ان هاز بن ده فيرب وفينش ده فيرب، مش عايزه اسمع دي تاني. يبقى انا كده ده كله اسمه فيرب واحد اسمه باسيف. عرفتوا بقى انا بشرح دي ليه؟ ممكن طيب تمام الله ينور. خدوا بقى الشوت سكرين للموضوع دوت بحيث ان ايه تكون معاكم الامور واضحه. ناخد الجزئية الجديدة. هندخل هنا على جزئية حرف الجر. فاكرين لما قلنا around my room، around my room هعمل ايه؟ ادي حرف جر ومعاه noun. النون ده subject ولا ده place؟ ده فاعل ولا مكان؟ Please مكان. مكان. ما دام في مكان يبقى انا هحط هنا كده كوما، لازم تلاقي كوما في البليس. طيب لازم تلاقي كوما، هتلاقي كده مثلا ايه؟ هقول لك the cat is eating in the corner مثلا. يعني احنا لما بنلاقي كوما يعني قبلها هي مكان، حاجة مكان صح؟ لما تلاقي كده كوما يبقى ده اكيد ده مكان مش السبجكت. فانت هتختاري من اختيارات السبجكت، يعني ممكن يحذف لك كده كات ويقول لك ايه، اختاريها بقى من الاختيارات، يقول لك ده كات مثلا او اي حاجه ثانيه. تمام؟ طيب اذا انا على طول هختار سبجكت. السبجكت بالظبط، ما دام في فيرب واحد فوق يبقى ده كده السبجكت. طيب خلي بالكم ان هنا ده انا قلت هنا مكان ما قلتش زمان. يعني ايه؟ لو انت لقيتي هنا بقول لك at the نايت، ده ايه؟ ده مكان ولا زمان؟ زمان. زمان نايت يبقى ده مساء. فبقول لك at the night في الحاله دي مش هتلاقي كوما، يعني ممكن تلاقي كوما ممكن ما تلاقيش. تمام؟ ممكن تلاقي كوما وممكن ما تلاقيش. فانت عارفه ان ما دام في حرف جر وفي نون جنبه يبقى ده كده مش subject. وضحت؟ انا ركزت في اللي هنا في السبجكت يكون بعد الكوما في البليس بس، لان معانا مهاره تانية بتختلف مع الكوما دي. فانت لازم تركزي على الكوما لو في بليس، لو ما فيش بليس، لو ما فيش هنا كوما يبقى دي مهاره تانية هنتكلم عليها بعد شويه او في المهارات اللي جايه ان شاء الله. لكن في الزمان ممكن تلاقي كوما، ما فيش كوما مش مشكله، مش هتاثر في السبجكت والفيرب. تمام؟ ناخد هنا مثلا ايه المثال ده. with his friend ادي حرف جر اهو، ده مكان. his friend ده مكان ولا مش مكان؟ ده مش مكان. ايوه مين اللي قال بقى هز؟ انا لسه مستنيه، انا لسه بتكلم. ادي ده السبجكت with his friend، ده السبجكت. ها فين السبجكت؟ في سبجكت هنا في الجمله؟ later see ثواني تاني. في هنا سبجكت. الله ينور دكتورة زهرة. هتبقى هي. ليه؟ احنا قلنا لسه قايلين دلوقتي اللي هو حرف جر. يعني ايه حرف جر؟ حروف الجر ايه هي؟ مثلا in of with around اي حاجة خاصة بكده كلها حروف جر. طيب حروف جر بعدها noun هعرف هنا لو ده مكان، لو ده مكان زي ان او around فلازم هلاقي كوما. طب انا لو ما لقيتش مكان مثلا ده اهوت فريند ماي فريند، ده مش مكان ده شخص، فاكيد ممكن تلاقي هنا كوما ممكن ما تلاقيش كوما، مش مشكلتي. المهم بس تتاكدي ان في سبجكت وفيرب بعدها. ما دام في حرف جر وناون بعده يبقى لازم هتلاقي سبجكت وفيرب. ليه بقى؟ هقولي ليه بقى؟ ادي حرف جر، احنا مش قلنا هيوقعك في السبجكت مع حرف جر؟ ده مش السبجكت. ما دام في حرف جر لقيتيه في الاول
ده كده مش subject. طيب فين السبجكت؟ اهو هي، يبقى انا لازم اختار سبجكت من الجمل تحت. طيب ادي ده الفيرب، فانا هختار كده السبجكت. طيب تعالوا نحل عليها. طيب نمبر 1 عايزه اتاكد من ايه؟ هتاكد ان في سبجكت واحد وفيرب واحد، بس هخلي بالي من حرف الجر. لو هنا بليس هتلاقي كوما، ما لقيتيش بليس او اي حاجه تانية ممكن تلاقي كوما او ممكن ما تلاقيش كوما، تمام؟ المهم تتاكدي ان في سبجكت واحد وفيرب واحد. طيب اول واحده ذا انترفيو ايه؟ فاي، ادي حرف جر، بعد كده ايه؟ ادي الفيرب. ما دام هو بدا لك بنون ما فيش مشكله، ادي سبجكت وفيرب. المهم بس ما يبدالكيش زي كده، حرف جر اهوت، وادي النون بعده، بعد كده بيفور، بعد كده ايه؟ فين بقى هنا نون؟ في نون تاني؟ نو، مفيش نون تاني. يبقى ده كده، ده كله تايم، the last moment. بعد كده هنا ادي الفيرب، فين السبجكت؟ مفيش سبجكت، كده حذف لك السبجكت. يبقى انت لازم تتاكدي ان في سبجكت وفي فيرب. الله ينور يا دكتور. دكتور نريمانة هي خدت سكرين وحطيتها في الواتساب. طيب نمبر 3 add the neighborhood، بعد كده لقيتي ايه؟ كوما. كوما، فين السبجكت وفين الفيرب؟ at عندنا بادي من الاول، ايوه، وعندنا can be فيرب. فين السبجكت؟ فين السبجكت الاول؟ السبجكت عندنا ده now bought a flower حاجة، flowers بالظبط. انا مستنيه حد يقول flowers. احنا قلنا السبجكت بيجي بعد مين؟ بعد الكوما مش قبل. صح. قبل الكوما ده ملناش دعوه بيه. بعد الكوما شوفي لك يا دكتوره انا هضيع نفسي. لا ما تقلقيش، الموضوع مع التكرار هتلاقيها سهل. طيب تمام. ادي ديت انكوركت، دي كوركت يا رب. انكوركت ايه؟ كوركت. نمبر 4 فين السبجكت وفين الفيرب؟ هو عندنا at صح؟ فين at؟ اهي اهي، ايوه اهي، مالها بقى at؟ تمام؟ ايوه عندنا ايوه دي دكتور فاطمة. هي ذا بروجريسيف دي سبجكت وريدنج. الله ينور، الله ينور. طيب هي دكتور فاطمة خدت بالها من حاجة، إن هنا لقيت هنا حرف جر في النص، ده بيربط لك ما بين النون والنون التاني. ايوه، فانت لو لقيت الدبل نون دي برضو مهاره هتيجي بعد شويه. فدي جميل. هنا لازم يكون في حرف جر، يا اما اوف يا اما ان يا اما ات، اي حرف جر ما بين دبل نون. تمام؟ تمام. يبقى هنا ادي النون اهو، وادي ده السبجكت، ده كله تبع السبجكت، كاني بقول لك ده كله سبجكت. وده كده الفيرب اهو، يبقى ده كده كوركت. نمبر 5 اخر واحده، وعندنا عندنا in the county صح؟ ايوه هتبقى missing subject incorrect. الله ينور بالظبط، عشان هي فيها كل حاجه، فيها subject فيها كل حاجه. انت لو خدت بالك هتلاقي دي حرف جر اهو، وادي نون، وبعد كده حرف جر، وادي نون، حرف جر، وادي جر، يعني ده كله كان بيقول لك انا رابط ده كله ببعضه. هي has been verb صح؟ ايوه، فين بقى السبجكت هنا؟ كان المفروض يكون في سبجكت من غير حرف جر. يبقى كده incorrect missing subject. واضحه؟ نون دي يعني جمله؟ ايه نون؟ دكتور هي احنا ليه عملناها incorrect؟ هي عشان ان في حرف جر يعني عشان ولا مش هنا بصي احنا بدأنا بإيه؟ بلا حرف جر. تمام. طيب احنا قلنا في مهارة، لو انت بدأت بحرف جر اعرف ان اللي بعده ده مش subject. لازم تلاقي كده ايه؟ السبجكت، يا اما بعد كوما يا اما من غير ايه؟ حروف جر، من غير حرف جر. من غير حرف جر تاني. الناون. الناون ده اسم. طيب حلو. الناون ده كلمة بمعنى اسم. يعني ايه اسم؟ يعني مثلا احمد، ده نون،
اوكي ده noun. The cat ده noun. طيب كده احنا خلصنا ايه القمة. ندخل على المهارة اللي بعدها اللي هو برضه هيلخبطك في السبجكت. فاكرين لما قلنا الدبل كوما عايزين تو كوما. طيب لما اقول هنا تو كوما اللي هو فاكرين المثال خلوها في ذهنكم اللي هي بروفيت محمد مثلا. اوكي بروفيت محمد بعد كده ايه دبل كوما وما بين الدبل كوما دي هقول ايه بيس بي ابن هام اللي هو صلى الله عليه وسلم. وبعدها بعد الكوما الثانيه ركزوا بعد الكوما الثانيه هتلاقوا ايه سد. فبقول لك بروفيت محمد بيس بي ابن هام سد وبقيه الجمله عادي. تمام يبقى خلي في ذهنك ان انت ما دام في دبل كوما اعرفي ان ده مش سبجكت. ده مش سبجكت. فين السبجكت؟ اهو قبل الكوما الاولى بعد الكوما الثانيه ده الفيرب. طيب انا ممكن يوقعك ما بين مهارتين يعني يحط لك حرف جر في الاول اهو ان ماي روم مثلا خليها دي بعد كده احط لك كوما. الكوما الاولى دي خاصه بمين؟ بالبليس. طيب الكوما الثانية هقول لك مثلا ايه ذا كات بعد كده هحط لك دبل كوما وهكتب لك كده ايه ايتينج حاجة خاصة بيها اهو بعد كده ايه از بلاينج. خلاص يبقى كده ادي ان ماي روم ادي البليس. كم كوما هنا؟ مين يقول؟ في هنا ثلاثة. ثلاثة ايوه ثلاث فواصل. طب ليه انا حطيت ثلاث فواصل؟ الفصلة الاولى علشان هو مش حضرتك قلتي اللي هو الان حرف جر ومكان سبيس ده مش يعتبر فاعل يعني؟ لا ده مش فاعل بالظبط. الله ينور. طب فين الفاعل؟ زكات. ايوه زكات بالظبط. ايتنج دي حاجه خاصه بايه؟ بالكات. ان انا بقول لك دي اللي هي كانت بتاكل. تبقى هنا ادجكتيف يعني؟ ادجكتيف بالظبط. تمام؟ صفه ليها يعني. يبقى احنا كده ادي كوما الاولى تبع البليس الكوما الثانيه والثالثه دي تبع ايه حاجه خاصه بالسبجكت دي. يبقى ما دام فصل لك ما بين السبجكت والفيرب اعرفي ان هنا في حاجه خاصه بالسبجكت مش السبجكت. هناخد مثال عليها وهيتضح لكم الامر. هنا كام كوما؟ اثنين. في فين السبجكت؟ السبجكت اللي هو جورج. هتبقى دي ماي هتبقى ماي فريند. ماي فريند بس جورج هنا ده مش سبجكت ده حاجه خاصه بالسبجكت. جمله اعتراضيه. ايوه جمله اعتراضيه بالظبط. ماي فريند. تمام ماي فريند دي ده السبجكت وبعد كده از ده الفيرب بتاعها. طيب ده البوسيتيف. طيب هنا معانا عايزين نعمل هنا طيب البوسيتيف نمبر 1 هنشوف كده لازم اركز على ايه نفس اللي انا قلته. ادي سبجكت حاجه خاصه بالسبجكت اهي بعد كده الكوما الثانيه بعدها الفيرب هيكون بعد الكوما الثانيه او هتلاقي بليس وطبعا ناون جنبه اما تلاقي كوما وبعده السبجكت وبعد كده دبل كوما بعد كده الفيرب. طبعا الدبل كوما دي حاجه خاصه بالسبجكت. طيب نمبر 1 ادي سبجكت اهو عرفت منين؟ ده حاجة خاصة بالسبجكت بعد كده حطيت لي كوما بعد كده ادي الناون ده السبجكت وبعدها الفيرب. طيب ممكن يجيب لك سيستم تاني مع ده اللي هو حاجة خاصة بالسبجكت بعد كده كوما بعد كده سبجكت وفيرب. المهم يكون ما فصلكيش كده ما فصلكيش ما بين السبجكت والفيرب مفيش مشكلة. تمام؟ تمام. طيب نمبر 2 دي incorrect ليه؟ لأن هنا مين يقول؟ ايه فريند الايه الايه عشان ايه فريند ايه فريند ايوه انت جبتيها صح بس هنا في حاجه ناقصه حاجه بسيطه هو هنا مفيش فاعل. ايوه مفيش فاعل حتى فريند بينك بين تو كوما. بصي ادي ده ايه لاست سمستر ده تايم ملوش دعوه بالصبر. تمام ده تايم. طيب التايم خد كوما مفيش مشكله خلصنا كده من الجمل بس فصل لك ما بين السبجكت والفيرب بايه؟ لا بالفيرب بكوما دي كوما تانية. يبقى هو ما دام فصل لك يبقى كده المفروض يبقى في ايه
كوما وسبجكت. فين الكوما الثانيه والسبجكت؟ مفيش 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 هنا سبجكت، المفروض هنا في سبجكت وبعد كده كوما بعد كده a friend. تيجي a friend. طيب نمبر 3 correct. لا استنى استنى قبل ما اقول لك اي حاجه اشرح لك عشان تعرف. ايوه زي ما احنا تعودنا. اه هو عندنا احنا دي فبراير 14 صح؟ بلا بلا بلا. هي الكومة اللي بعد فالنتين، هي فالنتين دي المفروض الجملة هنا صح عشان في فعل ومفعول وما فصلش بينهم، وبعد الكومة حاجة ملهاش علاقة يعني حاجة. دي جملة اعتراضية يعني كده بقول بوضح لك مش اكتر. انا بوضح لك برضه فالنتينز دي اللي هو ايه؟ ظرف زمان، ظرف زمان اللي هو في زمان في الوقت ده. لا هو بس خاص بالسبجكت، ما هو ده خاص بالسبجكت، بيوضح لك ان الفالنتينز دي ده اللي هو مين؟ اللي هو فبراير. زياده تاكيد يعني تاكيد. هي دي الرقم 3 دي زي رقم 1 فوق. بالظبط زي اللي فوق دي، بس ديت جاب لك الحاجة خاصة بالسبجكت في الأول. تمام؟ نمبر 4 correct ولا incorrect؟ incorrect. أنا حاسة إن هي غلط. علشان هو أنا عايزة بقى اللي بإيه؟ بيجيب الإجابة من الآخر. هي incorrect لأن السبجكت مش موجود. مفيش فرق بينه. في كوما ما بين the chef executive officer و he has decided to step down. بدأت تفكر بتفكير. الله ينور. مفيش طب. بالظبط. طيب هنا add last long last ده time. ده time. ملناش دعوة بيه. وخد الكوما بتاعته. طيب مادام فصل لك ما بين الشيء ده والverb، يبقى اعرف ان هنا كان في subject وفي كوما مش موجودين. يبقى دي مش موجودين. نمبر 5 آخر واحدة correct. correct أيوة. يعني أول حاجة عندنا الأول super أو حاجة subject، وبعدين عندنا الكومة وعندنا الverb في الآخر الثانية وبعد كده الverb. الله ينور. طيب يبقى كده احنا ايه اتضح لنا اللي هي تبع الكومة. خلي بالكم ان الكومة دي بتبقى سر الحل، فكتير كتير جدا بيخشوا الامتحان ما بيركزوش في الكومة، مع ان الكومة دي بتحلوا لكم بسرعة. انت اول ما تشوف الكومة كم كومة بتعدي وخلاص. في ناس بتحل كده بسرعة، انت ممكن تحل 5 اسئلة في 5 ثواني ما بتاخديش حاجة. مادام بتسستني عقلك انت رايحة في مهارة كام؟ رايحة في سؤال ايه؟ طيب ندخل بقى على هنا. انا هقول لك حاجه يا دكتور. يعني احنا في حاله لقينا مثلا حرف الجر في الاول، يبقى على طول وراه نون وبعدين كوما وبعدين السبجكت وبعدين كوما وبعدين بيجينا فيرب في الاخر. تمام. حد عايز يشرح الحته دي تاني؟ طيب بصي هختصرها لكم هنا في المكان الفاضي ده. انت لسه قايله اهو حاجه خاصه بالسبجكت اللي هو البليس الاول، هخليها لكم كده بليس. يعني البليس ده خلوها نون. في انواع للنون، ممكن تلاقيه بليس اللي هو مكان، وفي نون اللي هو ايه خاص بالزمن التايم، وفي برضو خاص بايه بنون عادي، يعني ممكن يكون نون عادي زي فريند مثلا. طيب اللي هيحدد لي ده ايه؟ خلينا كده ات او ويز او اي حاجه. حرف الجر، لو لقيتي حرف جر في الاول ولقيتي بليس جنبه، يبقى انت لازم وحتما لازم تلاقي كوما، وبعده هيكون ايه سبجكت وفيرب. طيب هنا لقيتي ناون، سواء تايم سواء ناون عادي فريند اي حاجه، ممكن تلاقي كوما وسبجكت وفيرب بعده عادي، او ممكن ما تلاقيش، مش مشكلتي يعني مش هتفرق معايا الكوما هنا مش هتفرق. طيب الحاجه الثانيه، لو لقيتي ناون في الاول خالص بعد كده ادي الكوما، ودي حاجه خاصه بالسبجكت، وادي الكوما الثانيه. ما دام فصل لي ما بين السبجكت والفيرب، النون ده هيكون سبجكت، يبقى دي حاجه خاصه بالسبجكت. تمام. طيب ممكن يعمل لك نفس النظام ده
بس معاه ايه؟ يوقعك في السبجكت هنا، يحط لك حاجه خاصه بالسبجكت، وفي الحاله دي لازم يكون في دبل كوم. وضحت كده؟ ممكن يجيب لك الحاجه خاصه بالسبجكت في الاول. خلينا اوبس، هو ايه اللي حصل؟ ليه كده؟ ليه؟ 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 ظهرت ليه؟ طيب خلينا اوبس، خلينا نجيبها كده، لان انا لو حذفت تاني هضطر ان انا اكتب ده كله. انا عندي محاضره الساعه 10، بيبعتولي على الواتس. طيب خير، هنحاول كده نخلص في 10 دقايق كده عشان المحاضره اللي بعدكم. طيب هنا معانا الحته دي، حاجه خاصه بالسبجكت. بعد كده ما دام ما فصليش ما بين السبجكت والفيرب يبقى انا كده في امان. ممكن هنا تلاقي نوع، يبقى ده حاجه خاصه بالسبجكت، بعد كده السبجكت والفيرب، ما دام ما فصلش يبقى انا كده ايه؟ في السليم. كده النقطه دي واضحه؟ تمام واضحه. طيب معانا المهارات اللي بعد كده، هو وقعك في ايه؟ في السبجكت، ففي الحاله دي هيوقعك في الفيرب. فاكرين لما قلنا الادجكتيف هيجيبه لك في الاول؟ الادجكتيف ده اللي هو اخره اي دي او اي ان جي، زي playing played. بعد كده انت لازم تلاقي verb في الاخر اللي هو am, is, are, was, where, has, have، اي حاجه من ال helping verb، الافعال المساعده. طيب تعالوا نشوف هنا مثال ممكن تلاقيه في ال present او ممكن تلاقيه في ال past. هناخد واحده واحده. ادي ال present. ال present هتلاقيه بصيغه ing اللي هي دي، يبقى subject adjective اللي هو verb plus ing، بعد كده is او am او are في الاخر. شكل الاختبار يا اما تلاقيه بالمنظر ده، وطبعا مكان is ديت standing هتلاقيها مكانها space وتختاريها في الجمله، او تلاقيها بالسيستم ده، وفي الحاله دي برضه هيحذف لك دي ويحط لك كده space ويختار من الاختيارات. طيب هو ممكن يوقعك في ايه؟ يحذف لك اللي هي standing دي ويقول لك هنا A B C D. في الاختيارات هيقول لك أول واحدة standing، بعد كده الثانية is standing، بعد كده الثالثة هي مثلا standing، بعد كده الأخيرة ممكن يقول لك standard. طيب أنهي واحدة هختارها؟ بي زي ما هي في المثال. هو انا متلخبطه ما بين ستاندرد وستاندينج. ايوه انا مستنيه حد يسال السؤال ده. ايوه بين اي وبين دي. ايوه هنا البوي تبقى ستاندرد افضل. طيب هنا البوي ده في الاكتف ولا في الباسيف؟ يعني الشخص ده بيعمل ستاندينج ولا محتاج حد مثلا يوقفه؟ لا هو بيقف لوحده صح؟ يبقى هنا ده بوي ستاندينج. طيب لو ذا كات مثلا، ممكن الكات احنا بنشيل الكات، فاحنا ممكن نقول ايه؟ ستاندد. تمام؟ يبقى هنا لو ما بيعملش الشيء ده بقول اي دي، لو بيعمل الشيء ده هقول اي ان جي. وضحت الفرق؟ زي الكوك، خليها في الكوك، ذا كات كوكد، لكن ذا بوي كوكينج، كوكينج باي ان جي. طيب يبقى الصفة هنا هتكون في الأكتف مش في الباسف، ده اسمه أكتف. يبقى أنا هختار نمبر A. هناخد برضو مثال، هي ما بتجيش كده يعني، أنا بس جبت لكم حاجة أصعب. هو ما بيجيش بالمنظر ده، بيجي بالمنظر ده كده. مين يحل دي؟ is the child. أيوه أنا مستنية حد يقولها. is. أيوه مين اللي قال؟ فاطمة. تاني تاني يا فاطمة. ايه يا دكتور؟ انهاري. فكري فكري. مش قلت لك انا هضيع نفسي. ووز هي دي. في فيرب في اخر الجملة ولا مفيش؟ في ووز. اهو ووز. يبقى احنا محتاجين فيرب تاني؟ لا مش محتاجين، خلاص احنا عملنا فيرب اهو. في فيرب هو الفعل، مفيش ووز، في از. في از اهو.
بصي على فكرة والله العظيم الإذ ما شفتهاش. لا انا شفتها ورا، شفت الاز. طيب انا ما يبقى احنا شفتهاش. لازم نركز ان في فيرم في الاخر ولا لا. طيب في ماشي، فيرم في الاخر لو يبقى كده مفيش هنختار. فيرم يبقى انا همشي بنظرية استبعاد. انا هستخدم نظرية الاستبعاد دي كتير، فخلي بالكم. نظرية الاستبعاد بتتكلم عن ايه؟ ان انا لو لقيت حاجة فوق بشطب عليها من تحت. هتبقى ناو، وهتبقى ناو هتبقى دلوقتي كده، ناو هتبقى معانا ناو. سبجكت اهو، معانا سبجكت فوق، يبقى انا برضو وفي او ان زي هحذف مين؟ السبجكت. يبقى كده ماشي. لو احنا مثلا ما فيش از في الجملة، كنا هنختار از او ووز. بالظبط، لو ما فيش هنا از كنت انا اخترت مين؟ از. تمام، وضحت؟ وخدنا بلاينج عشان ناو، عشان دلوقتي، عشان الفعل مستمر ايوه. دلوقتي. التشايلد ده برضو بيعمل الفيرب ده، بقول ايه اللي هو بلاينج، بلاينج. ما زال مستمر في اللعبة. ايوه بالظبط. ما خلي بالكم ان انتوا ما تترجموش، يعني الامتحان مش بيقيس نوليدج، ما بيقيس نوليدج، بيقيس ايه؟ بيقيس سكيلز. سكيلز اللي هي مهارات. عندك المهارات بتاعه التوفل دي ولا لا؟ ما عندكيش المهارات دي، يعني حاولي تحلي كتير على التوفل هتلاقيها. هو احنا بنترجم بس عشان نبقى الامر يسير على بعض، يعني اهو انت اكيد هتترجمي ايه احنا ولا ايه؟ ما بقالنا هي كتير ما المشكله. خدناش انجليزي. لا، انا دلوقتي اقصد دلوقتي ده، انا بكلمك دلوقتي بلينج يعني اوكي. بيلعب دلوقتي، عشان كله يعني كل الدكاتره الاخواتي نفهم مع بعض ربنا يعني. ماشي. المهم بس عشان لما نيجي نخش على الليسننج انا مش هخليكم تترجموا، تمام. هنيجي نخش على الريدنج مش هنترجم، لان لو ترجمتي حرفيا بجد هتضيعي الامتحان. انا عايزاكم تحلوا بسهوله، تحلوا اول ما تشوفوا الاختبار عينيكم تيجي على طول على الاجابه الصحيحه. طيب نمبر 2، وبرده ما تقرايش الجمله كامله، انت بتدوري على حاجات معينه، لقيتيها اوكي، ما لقيتيهاش خلاص. يعني ما تقعديش تقولي ذوس وما تعليش صوتك وانت بتقراي. اولا بيضيع وقت، ثانيا مش هيخليكي تكملي. those troubles ادي السبجكت والفيرب، بعد كده في ايه هنا؟ فيرب تاني، فما ينفعش التو فيربس في الجمله. يبقى انا في الحاله دي هحذف ايه؟ or. نمبر 3، correct ولا incorrect؟ 3 incorrect، عشان ايوه where وعندنا الاسم، وفي الاخر عندنا ايوه عندنا هي ضيعه. دير هاونت ولا حاجة مش عارفة. عندنا ما فيش انا حاجة. حاسة ان هي، انا حاسة ان هي صح. انا حاسة احساس كده بس. احساس بيقول ان هي صح. هو احنا كده عندنا فيرب صح؟ الاولاني. تمام. هو غير اللي هو مجرد ما عندنا حرف اس في الصفة في الاخر. لا في فيرب ثانية. نسيتوا على ايه؟ صح كوريكت. هي كوريكت. طب هي موجود. هي صح لان هو فعل وفعل ورا بعض. ايوه طبعا فعل ورا بعض. طيب حلو، هي كوريكت تمام. طيب نمبر 4 عندنا كوريكت ولا انكوريكت؟ دي انكوريكت عشان في اتراكت وفي ار جيفينج. ايوه في هنا اتراكت ادي فيرب، وده ار جيفينج ادي فيرب، فانا هحذف مين؟ اور. نمبر 5 اخر واحده دكتور، هي كوريكت ولا انكوريكت كده؟ اه انكوريكت، معلش انا كده انا قلت حاجه وكتبت حاجه ثانيه. ماشي انكوريكت. نمبر 5 دي لا انكوريكت. كوريكت كوريكت كوريكت. بس انا معلش انا معلش، رقم أربعة هي غلط ليه؟ خمسة عشان هنا في فيرب وفي فيرب تاني. احنا بنقول ما دام جملة واحدة يبقى فيرب واحد بس، مش تو فيربس. وهنخلي طب انا طب انا انا واحده زي يعني جميله في الانجليزي روعه، اعرف ازاي ان في فعل تاني الناحيه التانيه؟ طيب هتعرفي منين؟ اللي هو ما هي حاجات كده، ما هي باينه. هو بصي ما دام هنا دي ناون اهو، ودي ده ناون اهو، اكيد اللي في النص ده اكيد مش هيبقى ناون تاني. ما هو لو ناون تاني يبقى كده اصلا الجمله غلط، ما ينفعش سي ناون اصلا ورا الفعل ده انا ما اعرفش، ما انا ما اعرفش معناه ايه، بس مش متضاف لي مثلا اي دي ولا اي ان جي ولا هو حلو. فعل من نجذب معناه نجذب. خليها كده، خليها كده في ذهنك. لو انت لقيتي كلمات كده ورا بعض من غير حرف جر، في ويني حد فاتح من موبايلي
يا ريت بس اللي داخل من الموبايلين يقفل صوت وحاجه فيه. هنا معانا ادي ناون وادي، مثلا هنعتبر ان ده ناون وهنعتبر ان ده ناون، اوكي؟ ما هو احنا عندنا مهاره برضو ان هي لازم ما دام في ناون وناون وناون لازم يكون في حرف جر زي كده their trip، their trip on، بعد كده ادي ناون اهو وادي تو، بعد كده ناون. فانت ما دام لقيتي كلمه وكلمه وكلمه من غير حروف جر فاعرفي ان ده verb، اعرفي ان ده verb. تمام. نمبر 5 اخر واحده هي انا بعتبرها كوركت. كوركت هي كوركت. طيب ادي ادي كده اهو نحل رقم 6 عشان خاطر انا متلخبطه في حاجه. قولي. انا مش متلخبطه، هي وست وست تراينج وفي اوفن في اتنين ووز اصلا، في اكتر من في اتنين ووز ومفيش حتى كوما تفصل بين الاتنين او حتى حرف جر تقريبا يفصل بين الاتنين، الله اعلم. طب انهي واحده غلط؟ دي احنا بنحذف الاولى مش بنحذف الثانيه، بنحذف الاولى. فهنا بدل ما was trying هقول لك ايه trying بس، وده هيكون في صيغه الباسيف. was often ده صيغه الباسيف. was طيب often اللي هو past participle. في make كمان to make. فين to make؟ to ده مصدر. to المصدر. ملناش دعوه بال ملناش دعوه. اه ملوش دعوه. لو في to او for plus ing برضو ده مش verb. ما بيعتبرش verb. تمام. معانا اخر واحده بقى عشان هقفل المهارات دي كده، يكون كده احنا خدنا 5 مهارات النهارده. طيب معانا كده في الماضي، في الماضي يبقى احنا هنا هتلاقي برضو باسيف اللي هو اسمها ايه الادجكتيف في الباسيف، ادي باي، بعد كده هنلاقي برضو مهاره اسمها باي في الباسيف اللي هي كلمه باي دي. ما دام لقيت الفيرب في الاخر خلاص يبقى في الاول دوت هيكون adjective مش verb. تعالوا نحل عليها من الكتاب number 1 علشان هي تكون غلط. ادي verb اهو was we not was not accepted، برضو ده verb وده verb. ما دام في double verbs هنحذف الاولاني علشان ده يكون adjective. number 3 ما دام جمله واحده يعني. number 3 هتكون هي كوركت لان في وير بس كوركت علشان الشابترز وير توت باي بروفيسور، هي كده كوركت. ايوه واللي بقى اللي ورا دي نعمل فيها ايه؟ ويل بي، ويل بي يعني ويل ويل زائد ممكن ايه؟ ده فعل مش فعل. أيوة. ده في المصدر ويل ده مش فيرب يا شيخ. انا مش ويل وبعدها بي. ايوه تو فيرب مش فيرب. اه ده فيرب والله. ايوه ده فيرب في الفيوتشر. تمام ويل بي ده فيوتشر والله، بيقول لك انا فيرب يبقى كده اي انكوركت. لو في تو فيربس يبقى هنحذف واحد. نمبر 4 كوركت يبقى كوركت. ايوه الله ينور، حلو كده. نمبر 5 ايوه دي صح. ايوه يلا عايزه بسرعه عينيكوا تيجي على الاجابه الغلط. Incorrect. الله ينور. يبقى احنا كده ايه خلصنا اللي هو وان كلوز. المره الجايه ان شاء الله هناخد طب هي نمبر معلش نمبر 6 دي هتبقى صح؟ نمبر 6 فين؟ حلوها. طيب كوريكت بالظبط كوريكت كوركت. تمام ده adjective وده ادي الفيرب يبقى دي كوركت. طيب المره الجايه احنا كده خدنا اللي هو subject واحد وفيرب واحد، المره الجايه ان شاء الله هناخد الكونكتورز اللي هو دبل فيربس والتو سبجكتس. تمام التاسك هيكون في ايه؟ يعني التكليف بتاعنا معاكم كده
الكتاب الورقي اللي هيحل من الكتاب الورقي معاكي من صفحة لو حد مشتري الكتاب. ثواني معاكي من صفحة عرفينا هنطبع ايه عشان هنطبع احنا مش معانا كتب يعني انا. طيب اللي مشتري الكتاب من المركز هناك في جامعة القاهرة هتاخدي صفحة 99 لغاية صفحة 107. 99 في الورقي 99 ل 107. طيب في الالكتروني هناخد من 200 تقريبا ل 209. من 200 ل 209 ادي هتاخدوا كده. ما تصوريش اللي هي المهارات يعني سكيل نمبر 1 اللي هي فيها الشرح دي ما تصوريش، تصوري بس اللي هي فيها الاكسرسايزز تمام، اكسرسايز 1 اكسرسايز 2 الحاجات دي. ممكن ما تصوريش وتعمليها في الموبايل كده تفتحي الاجابات او الاسئله وتحلي على طول في ورقه خارجيه. معانا من 200 ل 209 خلاص. ادي 200 ل 209 ده التاسك بتاعه. مش يا دكتور طب حضرتك ممكن تبعت لنا كتاب بي دي اف على الواتس؟ كتاب والله كبير يعني هو في الملف انت بس لو دخلتي على الملف هيفتح معاكي وتنزليه، لكن هنا معانا البي دي اف بجد كبير. لو حملته على الواتساب هتلاقيه مش هيتحمل اصلا. طب لو سمحتي التكنيكات دي حضرتك نزلتيها ماده علميه على الجروب؟ لا على اساس البي دي اف ممكن حد ينزلها من البحر. تمام هو البي دي اف عامه هتلاقيه كبير يعني بصي 10 جيجا 10 ميجا. فلو حد هيعرف ينزل اللي هو ال 10 ميجا ديت على الواتساب اوكي، مش هتعرفوا يعني حاولوا تنزلوها من الرابط نفسه. ده التكليف عندكم، ممكن حد ينزل الصفحات ديت بحيث ان تكون ايه معاكم التكليفات معايا. اي استفسار ان شاء الله معاكم على الواتساب ونحل مع بعض ان شاء الله. اشوفكم على خير المره الجايه. ما تنسوش ان المحاضره بتاعتنا يوم الثلاث الساعه 8. حضرتك معلش هو انت قلتي لون جمان ازرق ولا الثاني ولا الاحمر؟ الازرق. تمام الاحمر ده للي عايز يستزيد من الاكسرسايزز يعني لو عايزه تحل اكتر. لو سمحت من الغلاف الرابط موجود في الرابط الازرق؟ الازرق والاحمر موجود برضه والاخضر يعني كل الكتب موجوده، بس اللي عايز يزود ممكن يزود من الكتب الثانيه. يعني معاكي هنا اللون من الازرق ومعاكي هنا برضه اللون من الاحمر هتلاقيهم في الملفات الثانيه، بس انا مش فاتحاها دلوقتي. ادي ده الجرين، ادي اللون من الاخضر تمام. برضو في مهارات، هي نفس المهارات بس في نماذج اكتر. هي لو ما اشتريناش الكتب هي دي في الملفات اللي هي كانت الرابط موجود كله في الرابط تمام موجود كله. لو سمحتي مع الكتاب الازرق جاي في كتاب صغير مكتوب عليه تابس اللي هو شرايط باين وحاجه زي كده، ده بتاع ايه؟ اني واحد انا شاريه الماده العلميه من المركز. التابس ديت هناخدها فيها الانسرز طبعا، ما نبصش على الانسرز الا بعد ما تحلي. وفيها الكونفرزيشن بس مكتوبه اللي هو ده هتلاقوه اللي هو اسمه تاب سكريبت، هتلاقيه كده سكريبت اوف ليسننج تمام كده. ماشي شكرا. اوكي اشوفكم ان شاء الله يوم الثلاث على خير. يوم الثلاث الساعه 7:30 بحيث ان احنا نفتح ونوضح الموضوع كله. الساعة 8 ان شاء الله نحاول نبدا ان شاء الله عشان ايه ما نتاخرش كده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. إيه لو سمحتي كنت داخله المحاضره متاخر، هي متسجله؟ ان شاء الله. طيب بعد اذنك ابعت لنا بس التسجيل بتاعها. حاضر المركز هيبعت لكم كل حاجه الاكاديمي. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.